أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أجد في نفسي شبهات التمثيل، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في سجودي وفي الركوع وفي التشهد الأخير، وأنفث عن شمالي أو عن شمالي ثلاثا، ولكن يا فضيلة الشيخ لا زلت أعاني من هذه، فهل يدل هذا على فساد قلبي وأن هذا نفاق؟ وكيف أتخلص من هذا الأمر وهذه الوساوس؟ هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، فعليك بأمرين: أولا الاستعاذة بالله، بل ثلاثة أمور: أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثانيا رفض هذه الأمور، ترفض هذه الأمور رفضا تاما ولا تفكر فيها، ثالثا تعلم يا أخي، عليك بقراءة كلام السلف، كلام العلماء في أسماء الله وصفاته، عليك أن تقرأ وتتمعن فيها ليزول عنك هذه الأمور. نعم.